وإذا بليتم فاستتروا، وإذا بليتم فاستتروا. تخيلوا حضراتكم إن في 6 من لاعبي منتخبنا الوطني طلعوا وعملوا إعلان اعتذار، إعلان لشركة لأحد شركات المياه الغازية. والله العظيم 3 أنا وأنا بتفرج على الإعلان ده ما كنتش مصدق، والله أقسم بالله العظيم ما كنت مصدق. يعني أنا مسكت التليفون كده وقعدت أبص، إيه ده؟ هي ضعف الشخصية وصل للدرجة دي؟ ضعف الشخصية والاستهزاء وكل شيء سيء وصل للدرجة دي؟ أنا بجد قاعد بتفرج مش مصدق. إيه يا جماعة ده؟ هل الكلام ده بجد؟ الفيديو ده بجد ولا حد بيهزر؟ هو أنتوا ليكوا ده كمان بيتقال إن الإعلان ده اتعمل قبل، لأن المهندس إيهاب لهيطة، وأنا بأثق في كلام هذا الرجل، المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب وهو بيتكلم قال إيه؟ قال لك يا جماعة الإعلان ده أكيد اتعمل، أنا ما أعرفش ما عنديش معلومة، ولكن قال لك الإعلان ده اتعمل قبل بداية كأس الأمم الأفريقية. يا نهار أسود، أنتوا بتتكلموا بجد؟ أنا آسف إن أنا بقول الكلام ده، لكن أنتوا كنتوا عارفين إن أنتوا هتخرجوا؟ هو أنتوا كنتوا بتعيشوا الناس إزاي؟ أو أنتوا كنتوا عايشين إزاي؟ ولا أنتوا خرجتوا عشان الإعلان يبقى له معنى وينزل؟ هي الفلوس للدرجة دي مهمة؟ بيني وبينكم الفلوس مهمة، عشان ما بقاش بضحك عليكم، ولكن مش على حسابنا. أنا مواطن وده مواطن واللي ورا الكاميرا مواطن، أنتوا ما شفتوش الناس كانت محروقة إزاي بعد الماتش؟ ده في ناس والله حد بيقول لي وأنا داخل، إحنا يا كابتن مصدر فرحتنا الوحيد كرة القدم. فأنا قعدت أبص كده في التليفون وأشوف الإعلان والأخ فلان والأخ علان والأخ، والله الواحد لا يعني بيني وبينكم كلهم صحابي يعني أصدقائي الصغيرين، ولكن مش عايز أقول اسمهم، بجد متضايق جدا، متضايق جدا. ضعف الشخصية، مش كفاية ضعف الشخصية جوه الملعب، ده ضعف الشخصية بره الملعب. المفروض أي نجم في العالم لما يجي يعمل إعلان بتعرض عليه فكرة الإعلان ويا يوافق يا يرفض، وبما ان حضراتكم عملتوها فحضراتكم وافقتوا. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان انتوا ضعاف الشخصيه جدا 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 جدا، والله حاجه تكسف، والله حاجه تكسف، يعني قمه الفشل والانهزاميه وضعف الشخصيه، ايضا قمه التبلد والمشاعر المزيفه. طالعين يعتذروا بعد كده كل واحد يطلع يكتب كلمتين على تويتر او على اي من مواقع التواصل الاجتماعي. لاول مره في حياتي اهاجم لاعبين بهذا الشكل، او انتقد، انا اسف، انتقد لاعبين بهذا الشكل، بجد حاجه تكسف. انا مكسوف اقول ان انا كنت بلعب كره قدم، ولكن اسماء كبيره وعظيمه عدت على هذا التيشيرت منتخبنا الوطني، وائل جمعه، ابو تريكه، احمد حسن، عصام الحضري، محمد بركات، محمد شوقي، كل الناس اللي كانت موجوده، زيدان، محمد زيدان، سيد معوض، جده، الاسماء دي هي دي اسماء الرجاله، هي دي الاسماء الرجاله. والله العظيم عيب عليكم، حاجه تكسف، ويعني بجد اخجلتونا، خليتونا نبقوا كرياضيين يعني او كلعيبه كوره، خليتونا نبقى متضايقين وزعلانين جدا 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 من ان احنا شفنا هذا الشكل وهذا المنظر. قله انتماء ومشاعر مزيفه بطريقه غير طبيعيه، كل حاجه بتتحسب بالفلوس بس. مفيش حد عنده شخصيه كده يقول لا انا مش هعمل الكلام ده. عموما الموضوع ده الحقيقه موضوع صعب جدا، وانا مش عايز اتكلم فيه كتير، لان انا هطلع اسبانيا دلوقتي مش